انا عاون السلطه تقوم بالمهام ديالي كما تعرف الجميع. سيدنا كاين هنا في تابريك اللي تدشين احدى المؤسسات وانا تنقوم بالعمل ديالي. جا مول الكاميو من ورايا توشاني بحال هكا وقلت له خويا بشويه عليك وما يهبطوا لي واحد الولاد ديالو مالك شنو هادي. قلت له خويا راه حنا خدامين حنا هنايا صافي ما ويهبطوا لي بالزراوط ثلاثه انا غادي هارب كل ما الناس اللي عتقوني كون قتلوني في هذا النهار هذا. هذا الشيء اللي كاين خويا. ما تنطالب بالامن يجي يدير الاجراءات ديالهم ونطلب بالحق ديالي. هاد الناس هادو ما عرفت مالهم مع اعوان السلطه واش ما تيحملوهم واش هادي. ملي قلت لهم عاون السلطه غيبقاو تيضربوا وتبعوني وتيضربوا كل الناس اللي تدخلوا ديال الحي تنظن واقيلا كون قتلوني. وهادو اللي ضربوك واش هادو الفيرار ولا ملي تدخلوا الناس ديال الحي والباعه اللي كاينين دابا في السوق هربوا لهم. هربوا دابا راه هاربين ثلاثه.